تفضل يا إيمان. هلا سمحت وأتيت معي؟ دوما يا إيمان، ولكن إلى أين؟ يبدو أن راغبا في نصرة مظلوم طرق بابي دون أن يفصح عن نفسه، ولكنه كتب المظلمة في هذه الرسالة. أرى أنني قد أكون سببا هيأه الله سبحانه وتعالى لحله، وهل أتخلى عن ذلك؟ حرام عليك يا دردير. هي حصلت يا أبو زكريا؟ بتهددني بالمنجل؟ حتى لو موتني الخضار بعته وهاخد ثمنه. يا ناس، بيبيعني الخضار مقطوب وهيجبرني ادفع ثمنه. اكيد فسد عندك. فسد عندي يا راجل يا جشع. احفظ ادبك يا ابو زكريا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما الامر؟ الراجل الجشع ده بيبيع الخضار نص مقطوب. لا تصفه بالجشع يا ابا زكريا، فلم تثبت ادانته بعد. نحكم العقل ونحكم في الامر بهدوء. اكمل. جيت له ارجع له الخضار اللي اخدته منه من يومين، رافض ياخده وبيطالب بثمنه. هل كنت تعلم انها معطوبه؟ انا بعت له الخضار سليم، وبعدين انا تاجر كبير يا امام. البياعين اللي بياخدوا مني اشكال والوان، حتى المحاصيل اشكال والوان، هفتكر ايه ولا ايه؟ اذا كنت تعلم وبعتها له فالبيع مردود. نستشهد باثنين من اهل الزراعه في الفسطاط. الى من تحتكمان؟ حجاج الخضر. حجاج؟ كامل ابن وائل. كامل، ما رايك يا حجاج؟ معطوبه. منذ متى؟ حوالي 3 ايام. 3 ايام؟ نعم. وانت يا كامل؟ ايوه 3 ايام. 3 ايام؟ ايوه 3 ايام. اذا كنت تعلم، رحم الله الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه، اذ حكم بانه اذا كان البائع يعلم عيبا وكتمه فالبيع مردود بالعيب. الحكم لك اذا يا امام. هبعت الحمالين يحملوا الخضار. اعذرني يا ابو زكريا. شكرا يا امام، نصرتني. نصرك عثمان بن عفان. بس هجيب خضار تاني منين؟ من الدردير. نعم، الان عرف حقه وحقه، وهذا لحصد الثمار لا لرؤوس الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.